صباح الخير، اخباركم ايه؟ انا دلوقتي رايح على اجمل مبنى في العالم، موجود في دبي. المبنى بصراحة هو فعلا اجمل مبنى في العالم، يعني مبنى ما شاء الله روعة جدا. النهاردة 22/2/22، تاريخ لا ينسى. النهاردة افتتاح المبنى، هم اختاروا التاريخ بدقة جدا، 22/2/22، عشان يظل في التاريخ. التاريخ مميز والمبنى مميز، وحتى الأمور كلها اللي موجودة في الافتتاح مميزة. فأنا دلوقتي يعتبر هون داخل على المبنى، وأتمنى إن أنا يعني أنقلكم الحدث زي ما هو إن شاء الله. دبي بتعلي على أي حد، عندك أطول مبنى عندنا أطول منه، عندك أجمل مبنى عندي أجمل منه، ما شاء الله. القيادة هنا عاملين شغل عالي جدا، يعني إنك تتميز في كل المجالات ده حاجة مش سهلة جدا، وإنك تعمل حاجات مميزة عن كل العالم ده حاجة صعبة جدا مش سهلة. النهاردة الدعاية كلها على شاشات على أجمل مبنى على وجه الأرض، محطة أبراج الإمارات تقدر إنك تنزل وتخش الممر الخاص بالمتحف اللي هو ده، وتمشي فيه لغاية ما تخش في متحف المستقبل. فده أقرب مكان تقدر تيجي فيه لو أنت جاي مواصلات. وهنا في موقف للحافلات باصص برضو.
This is Dubai. Check it out, everybody. دبي شيء أجواء شيء أزياء شيء لقيني في دبي حفلات شيء انتعاش شيء اطلع ويكند.